معنا هاتفيا من اسطنبول عضو الهيئة العامة لمؤتمر فلسطيني الخارج السيد ماهر شاويش. مرحبا بك سيد ماهر. إذا 6 قتلى وأكثر من 300 مصاب اليوم في جمعة انتفاضة الأقصى، كيف يحيي الفلسطينيون هذه الذكرى 18 لانتفاضة الأقصى؟ لا حياك الله أخي الكريم، حقيقة يحيونها بجبائهم الطاهرة الزكية التي يعني أريقت اليوم وتراق على مدار كل هذه الفترة وكل فترة الحركة الوطنية الفلسطينية، سواء من منذ توقيع يعني منذ وعد بولفور مرورا بسبعينية النكبة وحتى احتلال القدس منذ 50 عام. الشعب الفلسطيني حقيقة أبدع في كل هذه المراحل وفي كل مراحل نضاله على مدار كما قلنا على مدار 100 عام، وربما اليوم يعني هذه الجمعة لها فيزا خاصة ورمزية خاصة باعتبارها جمعة انتفاضة الأقصى، يعني تتزامن مع ذكرى 18 انتفاضة الأقصى. هذه الانتفاضة التي قامت في وجه المأفور شارون يعني في ذلك الوقت عندما دخل واجتاح الأقصى مع عديد من جنود الاحتلال الصهيوني. لكن حقيقة مع الأسف في الفارق السياسي أنه في تلك اللحظة كان الذي يقود الشعب الفلسطيني في تلك اللحظة المرحوم ياسر عرفات، وقتها حقيقة استدرك ياسر عرفات والتقط تلك اللحظة وأدرك تماما أن مشروع التسوية ومشروع المفاوضات غير مجدي مع الكيان الصهيوني، فدعم انتفاضة الأقصى. لكن مع الأسف نحن اليوم أمام يعني شخص يدعي قيادة الشعب الفلسطيني ويدعي أنه زعيم لحركة التحرر الوطني الفلسطيني، لكن مع الأسف لا يريد أن يلتقط أي لحظة من لحظات الإجماع الوطني الفلسطيني، ولا يريد أن يتفاعل وينسجم مع طموحات وتضحيات أبناء شعبنا الفلسطيني، فقدم خطابا بائسا فاشلا بالأمس يعني حقيقة أعاد الحركة الوطنية الفلسطينية إلى الوراء ربما عشرات السنين. من هنا إلى أي مدى ترى أن هذا الخلاف الفلسطيني في يعني إلى أي مدى يوفر جو الخلاف بيئة صالحة لتمرير صفقة القرن المزعومة؟ بدون شك هذا ينعكس بشكل سلبي على كل مجريات الوضع الفلسطيني، سواء فيما يتعلق بما يسمى صفقة القرن أو خطة السلام الأمريكية، لأنه حقيقة في الجانب الفلسطيني لا شك يمهد لها أجواء ويشكل بيئة خصبة وربما يعني بيئة مشجعة لمثل هذه الصفقات. لكن حقيقة الكرة في ملعب من يستطيع أن يمتلك أدوات ومن يستطيع أن يجمع أبناء شعبنا الفلسطيني، الكرة في قيادة في 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 ملعب الشخص الذي يدعي بأنه هو يعني الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ويقود منظمة التحرير والسلطة وحركة فتح ودولة فلسطين، يمتلك كل هذه الأدوات، وبالتالي مربوط به أن يدعو إلى اجتماع الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن يعني حقيقة يقطع مع كل مشروع التسوية بعد كل ما جرى. نحن أمام ربع قرن يعني بعد ربع قرن من اتفاق أوسلو، هذا ما جرينا بالأمس. يستجدي السيد محمود عباس يعني تراب ويستجدي القيادة الصهيونية كي تعود إلى المفاوضات، لكن مع الأسف دول جدوى هم ماضون في مشروعهم، وما رأينا خلال ولاية تراب يؤكد ذلك بشكل قطعي. طيب في ذكرى الانتفاضة إذا كيف ترى مستقبل القضية الفلسطينية مع هذه المخططات الدولية لتصفيتها؟ نحن أمام حقيقة لا نريد أن نكرر مصطلحات من قبيل أمام منعطف تاريخي ولحظة تاريخية، نحن حقيقة أمام تهديد خطير جدا جدا للقضية الفلسطينية. اليوم المستهدف هو ارتكازات أساسية وثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني. تراب بتغريدة واحدة كما قال أزاح القدس على طاولة المفاوضات، ومن ثم قطع بشكل جزئي مساعدته للأونروا، ومن ثم قطعها بشكل كامل، واليوم هو يشجع الاستيطان ويشجع كل ما يتعلق يعني بوأد هذه القضية وبشط مرتكزاتها كما قلنا وثوابتها الأساسية. اليوم نحن أمام لحظة فارقة حقيقة، وإذا لم نستعيد زمام المبادرة وإذا لم ندعم حقيقة حراك أبناء شعبنا الفلسطيني تحديدا في مسيرات العودة وتوسيعها لتشمل الضفة الغربية وحتى أراضي 48، فنحن ربما أمام تهديد خطير كما قلت وقد يطيح بكل القضية الفلسطينية. شكرا جزيلا لك من اسطنبول عضو الهيئة العامة لمؤتمر فلسطيني الخارج السيد ماهر الشاويش.